ممثل مصري اشتهر اسمه في عالم التمثيل في وقت متأخر بعد مشاركته في أعمال عدة لاقى من خلالها ثناء ودعما من الجمهور. مر بتجارب صعبة، فقد جزءا من جسده، اتهم بالجنون، وعانى جحودا من أقرب الناس إليه. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة الفنان شريف دسوقي. ولد شريف في اليوم 26 من شهر نوفمبر تشرين الثاني من عام 1967 في محافظة الإسكندرية المصرية. كان والده مديرا لمسرح إسماعيل ياسين، فكان شريف منذ صغره على صلة بعالم التمثيل وأسراره وأبرز نجومه. بدأت اهتمامات نجمنا تميل نحو الفن، وعبر عن ميوله آنذاك من خلال مشاركته في دور في أحد الأعمال التي تقدمها الفرق على خشبة المسرح. الأمر الذي أثار استياء والده حتى أنه عاقبه وضربه على فعلته تلك، ليبقى شريف في الكواليس ويعمل كفني صوت ومشرف على المسرح. كان لنشأة شريف في المسرح الأثر الأبرز في شهرته، حيث إنه ومنذ الصغر تعرف على عدد من القامات الفنية التي ساعدته لاحقا، فتبناه عدد من أساتذة التمثيل وساعدوه في تنمية وصقل خبراته. كما إنه سافر إلى عدة دول عربية وغربية لحضور دورات تمثيلية، وشارك في مسابقات كثيرة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، لينتقل بعدها إلى الفرق التمثيلية المستقلة وينمي معرفته أكثر. بدأ شريف مسيرته عام 2003 في عدة أدوار ثانوية لم يكتب له النجاح فيها، كان أبرزها دوره في فيلم العنف والسخرية وفيلم حار جاف صيفا. بدأت شهرته فعليا بعد مشاركته في فيلم ليل خارجي الذي حصد من خلاله جائزة أفضل ممثل في الدورة 40 من مهرجان القاهرة السينمائي. شارك بعدها نجمنا في المسلسل المصري ميت ويش، إضافة لمشاركته في فيلم وقفة رجالة وغيرها من الأعمال التي زادت من شهرته في مصر والعالم العربي. كما كان له مشاركات متعددة في كتابة وتأليف النصوص، إضافة لإخراجه العديد من العروض المسرحية أبرزها مسرحية ليس إلا. كما عمل كمدرب تمثيلي، وكان من المبدعين في مجال الارتجال حتى بات واحدا من أشهر الحكائين في الإسكندرية. أثناء تصوير شريف لمشاهده في فيلم وقفة رجالة، قرر مخرج العمل إجراء تجربة كمساج بماء البحر عن طريق خراطيم. انبعث إثر التجربة تلك أبخرة كثيفة لم يستطع شريف تحملها، ليقع مغشيا عليه. تم نقله حينها إلى المشفى ليكتشف سوء وضعه وظهور خراج في قدمه، خصوصا أنه كان مصابا بقدم سكرية وضب على علاجها ما يقارب 8 أشهر. إلا أن إصابته الحالية زادت من خطورة الوضع، وبعد إجراء عدة صور أشعة وتحاليل لم يجد الأطباء حلا سوى بتر قدمه. أزمته الصحية تلك أوقعته في خلاف مع منتج فيلم وقفة رجالة، ففي مداخلة أجراها شريف بعد بتر قدمه على إحدى القنوات المتلفزة، عبر نجمنا عن استيائه من تجاهل المنتج لحقوقه وعدم حصوله على مستحقاته المالية، نافيا وبمرارة كل تلك الإشاعات المسيئة التي يحاول البعض تلفيقها له، خصوصا الكلام الذي تم تداوله حول تأخره في الوصول إلى موقع التصوير. تلك
تلك الإشاعة زادت نفسيته سوءا وجعلته يجهش بالبكاء ويسترجع ذكرياته في موقع التصوير ومشاركته عمال الكواليس مأكلهم ومشربهم، مؤكدا أنه كان يصل إلى الموقع قبل ساعتين من بدء التصوير ويمضي وقته ذاك في مساعدة العمال بالتجهيزات. كما إن الشريف نفى ما تم تداوله حول دخوله المصحة النفسية لسوء حالته. بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له شريف وتجاهل الجميع له، عزم الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل معه والاطمئنان على حالته، مكلفا وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية له إلى جانب تحمل الدولة كافة التكاليف العلاجية، كما صرف له راتبا استثنائيا ليتم فعلا نقله إلى مستشفى دار الشفاء وتلقي العلاج هناك. لم تكن حياة شريف العاطفية أفضل حالا من حياته المهنية المتعثرة، حيث تعرف قبل حوالي 20 عاما على فتاة موهوبة بالتمثيل، تزوجها واكتشف موهبتها ودعمها في بداياتها. لتصبح فيما بعد واحدة من نجمات المسرح المصري، وحينها تطلقت منه وتزوجت من مخرج مسرحي. كانت تلك أول صدمة في حياته، حيث دخل إثرها أزمة نفسية لم يخرج منها إلا على يد أحد الأطباء النفسيين. في المرة الثانية تزوج من فتاة تصغره سنا واستمر معها حتى يومنا هذا، إلا أن سوء علاقتهما كشف عند دخول شريف المشفى، حيث تجاهلت زوجته حالته كليا حتى أنها لم تسأل عنه وعن وضعه، ليعاني نجمنا من الخذلان مرة أخرى من أقرب الناس إليه. مؤخرا أعلن شريف عن نيته للالتحاق بمشفى التأهيل النفسي ليكون مستعدا لعودته إلى عمله الفني، كما أكد أنه سيشارك في فيلم روائي قصير حيث ستكون جميع المشاهد وهو جالس، لينتقل بعدها إلى مرحلة التهيئة النفسية والجسدية لتركيب طرف صناعي، ملحقا إياها بجلسات معالجة طبيعية ليعود إلى حياته ويباشر أعماله الفنية مجدداً.